انطلق موسم حصاد القمح بمحافظه اسوان التي تعد من اولى المحافظات افتتاحا لموسم الحصاد نظرا لارتفاع درجات الحراره هناك. ولنت محافظه اسوان عن استلام محصول القمح من المزارعين بمنطقه وادي النقره وباقي المناطق الاخرى بالمحافظه ليتم تخزينه في صومعه اسوان التابعه لقطاع مطاحن مصر العليا بعد التاكد من صلاحيه تتابع عمليات التسليم. تعد محافظة أسوان أول محافظة في الجمهورية تقوم بحصد القمح كل عام وتستلمه من المزارعين والموردين نظرا لارتفاع درجات الحرارة بها احنا ابتدينا استعداد الموسم من فترة طويلة من قبل بداية الموسم من حوالي شهرين ثلاثة أو شهر واحد الاستعداد بيكون عندنا ان احنا نبخر الصوامع ونطهر الارضيات والصوامع نفسها من اي اقماع خليه او اي اقماع موجوده قبل كده نبتدي نبخر الصوامع استعداد الموسم وبننظف الخلايا ومنطهر الموقع بدايه احنا اشتغلنا من يوم 15/4 لبدايه التوريد والحمد لله لغايه امس عملنا حوالي 2500 طن بسمعه اسوان، سمعه اسوان الساعة التخزين ليها 6000 طن. دور المعمل باختصار شديد ان هو بيكون زي حكم او فيصل بين اعضاء اللجنه. اللجنه لجنه صيام القمح بتكون مكونه من مندوب من هيئه من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، مندوب من وزاره التموين، مندوب من وزاره الزراعه، عضو من الجمعيه القبانيه للموازين. وبيكون فيها مندوب دوب المسوقه اللي هو أمين العهدة اللي بيستلم القمح بالنسبة للساعات التخزينية اللي موجودة هنا عندنا في قطاع أسوان صوامع أسوان ستة طن شونة كوبومبو خمسة طن صوامع ادفو 30 الف طن الحمد لله الغله السنه دي في زياده كتير بفضل مجهودات سياده الرئيس لينا وتوفير كل حاجه وان شاء الله يبقى في تقدم كمان وكمان وعاشت مصر حره ان شاء الله يتم تسلم القمح من مناطق وادي النقره ومناطق اخرى ثم يتم نقله الى صومعة اسوان التابعه لقطاع مطاحن مصر العليا ذلك بعد تاكد لجان استلام القمح من صلاحيه تتابع عمليات التسليم حيث يتم اخذ عينات مختلفه من اكياس القمح المحملة على العربات وقياس نسبة الرطوبة وأيضا جودة القمح من خلال المعمل الموجود داخل الصومعة أنا معي 25 فدان بورد في المطحن هنا باجي المطحن بأركب على الميزان تمام أوزن يأخذوا العينة ساعة ما العينة أفضي طبعا ناس محترمين جدا هنا أخذ العينة بعد ما أفضي على الصومعة أرجع تاني على الميزان يدوني الوصل الوصل بعد كده اروح للشيك تمام واخذ الشيك على طول وامشي انا بجيب هنا في سمعه اسوان وتمام يعني هنا اللجنه كويسه والاستاذ مصطفى الميزاني كويس وكل حاجه هنا يعني ما شاء الله حاجه كويسه يعني انا جاي هنا بالعربيه ان شاء الله اشتغل في الغله من النقره اجيب مطحن اسوان معاي صاحب الحموله بتاعت القمح جاي معايا وان شاء الله خير كتير ان شاء الله في النجره ومن داخل معمل قياس جوده القمح يتم الحصول على عينه تبلغ كيلو جرام واحد ويتم وزنها ثم العمل على نقلها لاحد الاجهزه لفصل حبات القمح عن الشوائب ومن ثم يعاد وزن الشوائب بمفردها داخل اكياس مخصصه وايضا يتم وزن حبات القمح الخالصه من الشوائب وبناء عليه يتم حساب نسبه جوده القمح و ومن المتوقع تسليم أكثر من مائتين وخمسة آلاف طن من القمح هذا العام لصوامع وشون وبناكر المحافظة